صلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم قال الامام السلوسي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدئ وحان بلابنهايا هذا الكتاب كتاب كان وحان كبلابنهايا بسم الله إلهي مجيسة عليه الرحمن نعمتي سو أي بنيد عليه الرحيم نعمتي سو أي بنيد ابتدئ هذا الكتاب كتاب كان وحن كبلا بنا يا بسم الله إلهي مجيسة أيان كبلا بنا عليه الرحمن نعمتي سو أي بنيد عليه الرحيم نعمتي سو أي بنيد الحمد حمد لله ثابت هو حمد لله إله يوصقنا والصلاة والصلاة والسلام والسلام على رسول الله كائنان صلى الله عليه وسلم على رسول الله رسولك إلهي كركس الله يالو يعني إمام السنوسي رحمه الله تعالى كتاب كسوح كبير وضي بسم الله أيو كبير وضي اقتداء بالكتاب العزيز أصوه كده سنة هي كتابك عزيز كا سيدوك الأصوه كحمل فلاه حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم وها كل أمر ببال لم يبدأ لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر وفي رواية فهو أغضع وفي رواية فهو أجدم سيدو كل حكو حجي حمد لله أيو كحجي أصوى أيضا كتاب كعزيز كأصوى قضينا مصنف رحمه الله تعالى سيدو كل حديث كحمد لله خبرك مشهور كحمد لله كسو أغوغي كعمل فلاهي ومعنه سؤها يعني أمر كستو أن لقب بلاوان حمد لله إذا خبرك كلاو سيدو كلاها أمر كستو بسم الله أن لقب بلاوان أمر كاس وناقص وقليل البركة يعني وأجدم أما هو أبتر أما هو أقدع ومعنه سيهي أمر كاس وناقص وأنا قليل البركة حسيان ضدونها أطهام نغضي أمر كاستا وشرع أهمية أسيهي وأن بسم الله لغو بلابن أما حمد الله لغو بلابن مركب بسم الله دي حمد الله كتبته ويكهد الآن مركب مقدمات كتبته لجوه فن كاستويه مركز كتب تعلق ayaa laga hadlaa xaqul basmala marka wixii markaas faniga aqeedada ku saabsan ayaan wax ka ishaareyna oo basmalada iyo xamdalada ku saabsan musannif kuxuna ta'ala markuu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim culimadu waxa dhahan baada macnaheedu muxuu yahay baada waxa la yiraahdaa waa lil isticaana lil isticaana baada dani qaan marka waa lil isticaanati culimadu bushii ku soo arooshay oo waxay dhahaan isticaanada haddii waxa la kaalmeystaa waa aalo isticaanada waxa la kaalmeysanahay waxay noqonayaan aalo la kaalmeystaa isimki ilaahi marka aalo in laga dhigana su'ul adab baa ka imaanahay laana aalata laa tuqsadu lidhatiha wa inma tuqsadu litahsil alfi'l biha aalada daatadeeda looma qasdo waxa loo qasdaa aalada in wax lagu soo xasiliyo leh baa loo qasdaa oo min shaartii iyo feeskii iyo sakiintii iyo markaa isticmaalaysid ficilka inaad ku soo xasilisid baan u qasdaysaa maahan aaladii daatada u qasdimaysid marka laana aalata laa tuqsadu lidhatiha wa inma tuqsadu litahsil alfi'l biha marka waxa la yiri ficilka ila isimka ilaahi hadaan ka dhigno hadaan baadi isticmaana macnaha aan ka dhigno isticmaano waxa noqonaysaa in aalo isimka ilaahi aan ka aan aalo ka dhigano oo shay aan loo qasdin laakiin wax lagu geeray inuu noqdo ka imaanaysa taasna xogaa waxa ku jira la yiri ma fiicna oo su'aalada baa ka imaanaya marka culimadu waxay ku jawaabeen waxay dhaheen aalada laba jihay leedahay aalada jihatu kamaal iyo jihatu naqsi aaladu jihatu kamaal bay leedahay min jihati tawaqufi al maqsuudi calayha maqsuudku inuu ku taagan yahay aalada markaan fiirino
أدو دنكاس كمال بيكت جهة النقص النويلات أعلد وآه من جهة أنها لا تقصد أنها غير مقصودة جهة مركا في أعلد غير مقصودة إن يتهانا جهة النقص ما جهة مركا في أعلد مقصود كنو كتاقين يهان جهة كمال مركا واحد لأن هذا مركا لأنها يوالا كالمية سنة واحد في غيرنا معناه هو جهة كمال كليان في غيرنا أما سيوحا جواب كاسكسي في عن وجهه بسيد الشريف الجرجاني حبشي سكشافك وصاري ويري معنى كون اسم الله تعالى آلة وأنه يتوصل إليه ببركته فقال لنا اسم كإله وآله وحن كوننا بركته أنه يتوصل إليه يعني إلى الفعل فعل كوحا الوغيراية ببركته اسم كإله بركته فعل الوغيراية فقال لنا مرك اسم كإله وآله ووالا كالميسان وحن كوننا وحا آلة وبركته وبركه اسمك إله مركا لدي ابتدي وحن كبلا وانا هيا باستعانتي بسم الله الرحمن الرحيم حكوا دا باستعانتي ببركه بسم الله الرحمن الرحيم وحا كلمه سنسد وبركه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لفت كده ما مركا معنيه وحي ولاوت مركا ايلد مركاس معنى تبرك بي ولاوانسا معنى تبرك اي ولاوانسا مركاس ما لنا مركا بعده كجرت بسم الله وحوي والاستعانة على سبيل التبرك الاستعانة على سبيل التبرك لأن معنى كون اسم الله تعالى آلة وحوي إنما أنه يتوصل إليه ببركته بركز إن لوجر فعل كي مقصود كه بعلى جوضة مرك بعد واحد نقص استعانة بمعنى التبرك أي نقص بسم الله اسم وعندنا إسمه اسم حلا سقط من الصمو بعلى سقطه وهو العلو والعلو وزن ومعنى اسم من وحلا وذا ما دل على المسمى ولا وذا ما كمشان لتشو هذا وحي فعلي اسم قابله فعلي حرف قابله لا ما وذا ما كاسم كم كلا الله يدور ما بحثي علم ضو إشارة بس ما لذا ما كاسم كأك الله يعني ما بحس صح كم إذا كو إن لي غادو اسم ما دام الله الله أسماء إلهي وتوقيفي معناها كبير إشارة اسم كإشارة أسماء الإله إنها تاي توقيفية إنها يعني أسماء الإله وحاله لجسوا جرعة نسك كتابك يصنع أي الله قاطع أسماء الإله أو إله سبحانه وتعالى اسم أصوصكم مجابين إله سبحانه وتعالى لقوم مجابكم ولو اسم كاسي نقصان يصوتسين بهدودون أما يسويه مجرم بالنقصان اسم إله سبحانه وتعالى أصوصكم مجابين أو كتاب كيس أوصي إليه اسكم مجابين أما سندي سإلهي سبحانه وتعالى أوصي اسكم مجابين أما علوم مضم معنيه سأيسكو إجماعين سواء هذا إليه وحلو مجابه واجب الوجود إليه سبحانه وتعالى وحلو مجابه صانع إنك استو صانع بعض الروايات ولا يقعدنا هيا إن إليه سبحانه وتعالى وحلو مجابه أسماء واحد شرط علوم مضم أي كيس دراحين أو إليه سبحانه وتعالى وحلو مجابه ما كإجماع على قاعدة تأسيسا القديم ما كان مرة إنه إن شاء الله تعالى أنكو شيء دون مرك اسم كإلهي هذا سبحانه وتعالى عن إجماع علماء لقى قادم أما كتابك أما الصنّة إلهي سبحانه وتعالى مجع لهم مجابك ولو مجع سداهر أهان يصنع صام بتسين ينضدونه مرك اسم مرك علماء قال الله يحس وقعت عن إن أسماء إلهي أيتها توقيفية إن أيتها واسم إلهي وصوص كم مجابنا لهم مجابك وحيك رأوا علماء قال الله عن اسمك هل الاسم اسمك معين المسمى مسوى غير المسمى ما بحس أصلاً أيقى تفسيريها إنه ما عندنا إن شاء الله تعالى لكن هدي سي إجمالي أيان وإشارين أكلي اسمكم معين المسمى بقى مسوى غير المسمى محققين توحدهن سير راجع وهو أن الاسم غير المسمى اسمكم إنه هي غير المسمى وحال اللي يري اسمك ما مسمى لفتر كيساء مسوى غير كسمك علينا تصلان قصة محمد بليغة محمد مقفل الغمعة على لفتر كيساء مسوى وحكة بحسن والموضوع ده خلاف كاس وخلاف لفدي أول، ويا وحلينا يعني تغير اعتبارية بقول حياة، ووح معنوينا وما ده حياة، وحنا نقول هي خلافك خلاف لفدي، قف كي اسم كهد اسم ك، من قال إن الاسم وعين المسمى قف كيجي، أراد به المدلول مدلول كل شيء، ومن قال إن الاسم غير المسمى قف كيجي اسمك وغير المسمى أراد به اللفظ لفظ غير كل شيء. اسمك هذي لقى ومرك على هذا قف كان مجلس واحد محمد كصغات مرك على هذا محمد مسمى عين تسيوي
وعن في غيرنا محمد هداك ودد معنيه محمد من لول كيس هداك ودد هذا مسماه عينتي سوى هذا محمد لفظ أكو ودنا لفظ وهذا أول مسميه هين مسميه أول صحيح ما كوا حال يغيب خلاف كوا لفظ وحال وش معنا هيا قف كيري اسم كوا عين المسمى وحول الجدا مدلول الاسم أيو الجدا أو مفهوم الاسم أيو الجدا قف كيري اسم كوا وغير المسمى وحول الجدا لفظي كاسم كايولة كذا الغرة واقع ما بحس كلوك صعب صنع يعدلي ذن قدر إنه عنده إن شاء الله تعالى وحي كلو علوم ماذا قال الله عن اسم كما قال الله يان اسم هذا إلهي سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه لقوم إدلاقي كرالي هذا بعض العلماء وحيدهن اسم هذا إلهي لقوم إدلاقي كر اشتقاق يعني ما ليه كرنا رحمن الرحمن ومشتق من الرحمة ما ليه كرنا صلاة الرحيم ومشتق من الرحمة ليه كرنا اشتقاق لغوما إدلاقي كرو أي بعض العلماء دهين وأي واحد دهين مشتق وفرع المشتق منه مشتق منه أي فرع كيه وهو متأخر عنه وقدم بيامك مشتق منه ودو فرع وكيه أسماء هذا إلهي هو قديم فلا تتأخر عن شيء آخر شيء كلك مضم بس أشياء هذا إلهي وأشياء هذا إلهي هو قديم ممكن علماء واحد دهين يعني بوش غاس مسوء أغرور أيه وأي الاشتقاق ومن عوارض الألفاظ والألفاظ حديثة قد عن اشتقاق وحصو عارضة والفاد الفاد نوع حدث ما كان لنا هاي الرحمن وحلا جسوا اشتقاق ذي الرحمة لجسوا اشتقاق ذي أما الرحيم الرحمة لجسوا اشتقاق ذي وهكذا صفات إلهي سبحانه وتعالى ومشتقات كما كان لنا هاي وحلا جسوا اشتقاق ذي مسادرته ذي على مذهب بصرين تصارهان وحن قلت شدنا الفاد أنا قلت شدنا ما هني معناها قديم كإلهي سبحانه وتعالى وكنت المامية هاي ما هن واشتقاق وحصو عارضة هاي والفاد بسم الله 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 اسم الجلاله وعلم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع صفات الكمالات الله وعلم على الذات الواجب الوجود الله اسمك وعلم وعلم يهي ذات الواجب الوجود ذات شريتين كيد واجبي واجبي يعني واحد قوضة عدم كيد أن لسوري سنكرين ذات شريتين كيد إن لوايو أن لسوري سنكرين ويجب مكا ماشان قال لانه حلقه ولا ما لا يتصور في العقل عدمه مكا الله هو عالم على الذات الواجب الوجود يعني على الذات الذي لا يتصور عدمها ذات عدم كذا ان سوري سكر العقل ان سوري سكر اي الله اي عالم اوت الله مكا على الذات ذات اي عالم اوت الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات انتاس موضوع له الله لو دجي ما انتاس او لصعه تعريف الله وعلم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع صفات الكمالات انتاس ليست موضوع اللفظ ما موضوع معنيه لو موضوع له لفظ ما اللي تعيين المسمى مسمى ان لو عينا لو كان ما هني موضوع له الله لو دجي ما يعني الله وعلم على من صفات كي ذاتك ما تسوي الله هو كتسنهايا ذاتك لي الله كتسنسه ذاتاس إن كنت المعونت مك إن كنت المعونت يوجد وجود إن تاي مستحق لجميع صفات الكمالات إن تاي إنتاس وتعيين للمسمى مسمىها أو الله أو العينها يوي موضوع له كم ما مك دليل رمحان له قدرة وحال لنا هاي إن علمك علمك معناه حلو ليه كرا علمك ذاته كتسيه صفاتك ما تسيه هذا ترى جاء زيد زيد بيبي زيد أو كله wuxuu ku tusinaya daatadii zayd ayuu zayd ku tusinaya zayd kaas inuu dheer yahay ama inuu gaaban yahay ama inuu cad yahay ama inuu madaw yahay calamku ku tusin maayo marka allah hada maxaa u dhiri marka waxa calam weeyo daatada jiritaankeedu waajib ka yahay oo mudatay kamaalaadki dhamaantood maxaa ugu daran marka waxa leena calamku wuxuu ku tusiya mudabaqa ahaan wuxuu ku tusiya oo mawduuc lahugiisa ah waa daatada faqad laakiin daatadaas sifad haday ku shuhurowday sifadkaas calamku wuxuu kugu tusinayaa iltizaam ahaan ayuu kugu tusinayaa sida markii la yiraahdo xaatim baayibid oo kale dadku ay u fahmayaan qof diiqsi inuu yibid qof diiqsi inuu yibid diiqsinowdu haday daatadu waa ka dheeraad bismillaah allah marka intaas aan aydana mabaxisteeda aan uga baxayna bismillaah arrahmaanir rahiim arrahmaani ya arrahiimi wa sifatan laba sifo oo mushbahatayna oo laga soo qaatay min arrahma arrahma ya laga soo qaatay
الرحمة مكة معنيه حق اللغة الرحمة ورقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان والإنعام. رحمة حق اللغة ورقة في القلب وتشلع وقلبي كتر يعني قلبي تشلع قف كنه كده وتقتضي رقض التفضل أكينس التفضل قف كنه ديرات سمية قف كله وحزيه بعنا والإحسان إنه أسر منفرة والإنعام إنه النعمي. رحمة مكة حق اللغة ورقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان والإنعام معناها اسمك اللغوي جاه رحمته أي لذا وحكت سنها يا انفعال بوكت سنها انفعال قف كقير سنو كسامو وقف مسكينه هو باهنا هدي أركت وقعدت كور صار وحسي وكير وأقل بتشل عيسى قل بتشل عيسى أقل بتشل عذاب وحكا كين سامك أنا دو حسي سيد قفك إلهي سبحانه وتعالى وكم مستحيل إن إلهي وانفعال كله وقير كس إلهي وكت أسره إلهي سبحانه وتعالى وكم مستحيل إذن رحمة ده معنيه ذو القوي جاء أو قلب تشلعة كم معنى إنكر إذن ما حنص ما لنا علماء أهل السنة بحليين قاعدة وإليهين قاعدة سواء صفك استع أو مبدئ إذا يعني معنيه ذو القوي جاء إلهي مستحيل وكان غضي وحلقوا معنيه قايدة لقوا معنيه يعني واحدا صفات الله تعالى لا تفسر بمبادئها التي هي انفعالات وإنما تفسر بغاياتها التي هي أفعال صفات إله المفسر مبادئ ذلك وانفعالاتك انفعالاتك يتأثرك كتصنيس وحا المفسر غاية المفسر غاية صفات المفسر وحا كل يزمه معناه كدلنا وفعلك وفك ما قلب الجلع وكل وحا كي معناه تفضل إحسان إنعام تساء غاية دي. تفضل إحسان إنعام وفعل انفعال ما مركب وحا كفسر أن مركب الرحمن الرحيم وحن كفسرنا المنعم المتفضل المحسن سياسة كفسرنا المحسن بجلائل النعم وبدغائغ النعم أما المنعم بجلائل النعم وبدغائغ النعم أما المتفضل بجلائل النعم وبدغائغ النعم سياسة كفسرنا مركز صفاك استاء ومبدئ إليه مستحقنا وهذا الغضب أوكله غضبك وانفعال قفك كو إيمانه مركي وشيء عاصم كروها وعاق يوحي الله منك. إلهي سبحانه وتعالى مك قضب كأسفلا مبدئ إذا أو قضب كمعناها انفعال كايا لغمة المامكوا. وحن كنت المام إن قفكم بكم حنا قبضنا وحصنا يا عقاب أكل. حن لنا مك قضب كوا حلا جودا عقاب على جودا عقاب كلا جودا. إن هي صفات كإن كنت سنها دمنت وحيا لا انفعال هذا كنت سنها. كل جود وحن كفسرنا. مبادئ إنسان كل اللي هنا كفصلنا غايات كله يعني لوازم تودا كفصلنا واحد كل لازم هي وكرنا هي الثمار تودا أيام كفصلنا ما كواحد نقول نسا شيء سبب كي ولا إلاقي أو مسبب كي لولاشي أما ملزوم لا إلاقي ولازم كلا كفوت أيام نقول نسا مجاز عقليها قلكها أما كناية قلكها أما استعارة تمثيلية أنت والجد غرينك ما كواحد لنا الرحمن وحلا كفوت ما دام رحمتي ورقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان أهيد إلهي سبحانه وتعالى المستحيل كتها رقضة صحيحة كل لازمها إنعام كما كونا مركة الرحماني وحن كونا مركة المنعمي بلغو فسامة أليه الرحماني المنعمي النعمين هيد مركة لو ميد بلغو فسيري كرامك إنا كفصت أليه المنعمي النعمين هيد بجلائل النعم كن نعمين هيد أما المنعم إنا نغان الرحمن وحن لغو ذا إنعام كلفتك صلى الله عليه وسلم إرادة الإنعام بلغة وأنكم معنا أن الرحمن يعني المريد للإنعام إنعام كدون هي مكا منعم إنهم كفصن عليه النعمين هي وصفة صفة الفعل اللي أنكدهم أما إنهم كفصن مريد للإنعام إنعام عليه الدون هي وصفة إنه قد صفة الديت إرادة الله ونسى مركز هذه مكا المنعم عن سيدة كفصن المنعم نعمين هي بجلال النعم المنعم بدقائق النعم صفة الرحمن وحنا قلت صفة فعل بنوت صفة فعل و صفات الأفعال كن وحادث ونوع من دونه هذا لكن المنعم أن كفصنا مريد الإنعام أن كفصنا الله النعمين تدونه صفة وحنا الله نص صفة الإرادة هي الرحمن الله ونص يا الرحيم صفة الإرادة الله ونص صفة الإرادة وصفة الذات إذن الرحمن الرحيم وحنا قلناها صفات الذات أي نقلناها وقدمها أي نقلناها مكاس صفات الفعل ما نقلناها ما كأله الرحمن النعمين هي أما النعمين تدون هي لا بد بجلائل النعم
نعمتها كود وين كون نعمينها جلائل النعم كحلوة يعني أصول النعم أصول النعم نعمت أسوشي يعني كالإيمان والعافية والرزق والعقل والسمع والبصر وهكذا نعمت أسوشي جلائل النعم الرحيم والمنعم نعمينه بدقائق النعم نعمت بد دقيقة أو لطيف كأه وقف كني كقصنا تلقيا عليه كن نعمينه دقائق النعم كحلوة فروع النعم نعمت فروعين يعني اللي يكون نعمينه جلائل النعمة إيمانك يكون نعمينه دقائق النعم نكون نعمينه زيادة الإيمان وكل يكون نعمينه إيمانك يقف أحد زيادة اللي يكون نعمينه جلائل النعم أو أهت صالحان رزق جيا كله وأصل كي نعمة دقائق النعم نكون نعمينه سعة رزق جيا كله اللي يكون نعمينه اللي هي جلائل النعم كن نعمينه أو تصالحان العافية كله عافية دي عف ما قف إلهي نسي دقائق النعم نكون نعمينه وفور العافية تقول عافية تام وقف كلهي نسي الله كن نعمينه جلائل النعم وإلهي عقل نوقف كسي يقول أصل كي نعمل دقائق النعم نكون نعمينه كمال العقل نسي يقول عقل كامل إلهي نسي الله كن نعمينه أصل النعمة أو سيدي هذا السمع يقول دقائق النعم كن نعمينه سيدي حدة السمع يقول قف كسمعيس إنه حدة اللي أدري غيمل فوق أكمل غلا قفان كله وسيدي غي حق السمع marka taasa wax lagu wada marka daqayqo nicam nicam taas dheeraadka oo furuucda ilaahay qofka inuu siiyo allee arrahmani nicmeenahay bid jalaail nicam nicamta kooda waaweyn oo usuusha ku nicmeenahay allee arrahimi nicmeenahay yaani almun'im nicmeenahay bid daqayq nicam nicamta kooda daqayqda mideeda daqayqda ah oo furuucda ah ku nicmeenahay أنت أسكت المصنف فعلا تعالى بس ملذ مكبح يقول لي الحمد لله يحيي الحمد لله الحمد لله الصق مصنف رحمه الله تعالى لا إيمانه هي كده يصنعها يعني كتابك عزيز كه سوق الحديث كمشوق كه خبرك مشوق كه أنا كعمل فلاحي عرفنا الله موسى إيمانه وهم موجينه اللي بده متكسر كمل الغب الغضي لكن كان راح وحن بارنا وأكتين أجيبك للدوان لقى بحشة كان راح وحن بارنا حمد حقيقي إنه يه شيء إنه الغب الغضي أيضا وحكى ليس كدقين الحمد لله نحن قاهم بعنا الحمد لله في إني هالشيء اللي قبل هذا ولو واحد كله هواك دقينا ما كان مصنف قناة تعرفه الحمد حمد لله إله يقصون هذا حمد ومرك وإله سبحانه وتعالى صفات كيس كمالك إن لقوا أمان حمد هو الثناء وثناء الله تعالى بصفاته الكمالية إله سبحانه وتعالى إن لقوا أمانه بكمال صفاته وثناء الله تعالى بكمال صفاته إله سبحانه وتعالى صفات كيس كمالك إن لغو أمانه أي حمد لله وتصالحان مكا لها الحمد لله وحي كان لغان تأذو يريك أثني عليه بصفات كماله أثني على الله بصفات كماله إلهي وحن كو أمانه وكفا لينها صفات كيسا كمالك يعني وحي كان لغان تأذو يريك أثني على الله الله وحن كو أمانه بأنه قادر وبأنه عالم وبأنه مريد وبأنه حي وبأنه سميع وبأنه بصير وبأنه متكلم وبأن صار صديقي يقول كلام الحمد لله ما قال إله وحنا كأمانة هي صفات كيس كمالات كدم أنتم كأمانة هي صار كلام ما كأش الحمد لله كشرت استقرار وخديك ما حمد جاء أفرادي صورنا إله يوسفنات حمد جاء أقسام تسعة فتاهيد أفراد صورنا إله سبحانه وتعالى أي يوسفنات ويا حمد يقول لهم بتكون بحكم الحمد إما قديم فهو وصفه وله وصف كيس وإما حادث فهو فعله وله فعل كيس حمد إما قديم إنه هي إنه حادث إنه كان بحقه إن كان قديما فهو وصفه وإله وصفه سواء يصفات كسا كمالك وإن كان حادثا ودو حادثي هنا فهو فعله وإله سبحانه وتعالى فعل كسا إذن دو حمد قل باس وسكبحين إنه إله وصفه صنق ضي إله فعل كسا نقضى إذن حمد قل لما ينتس بإله وصفنا نظمك إحد كله حمد متاستي وإله سبحانه وتعالى أنا هين مجرى أما حمد جينا كنا قلنا جنس الحمد إله وصلنا جنس الحمد أو الثناء إله سبحانه وتعالى متستي وأشياء أن كنا قلنا جنسية يوم ده كنا قلنا استغاقينا وإيش لازمها هي وإيش لازمها هي وايو فرد من الأفراد أما جنس حمد أحد كنا وصلنا عنك إله يعني وجنس ولا يتحقق إلا في ضمن الفرد فرد اللي حدث معه ملك لكم وحقيقة لكم ما كذا جنسية كنا قلنا يهدا استغاقية كنا قلنا وإيش لازمها هي أما إن أنا قال الحمد حمدي معهود كأها لله إله وصلنا
saasina doorteen ee muhaqiqiinta suufiyada saasina doorteen waxay dhahayn ma awoodna anaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaan ku xamdino marka waxa leenahay alxamdu xamdigi macbuudka ay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dadkiisa ku xamdiyo azalki lillaahi ilaahi wasugna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa usugnaaday xamdigi dadkiisa ku xamdiyo azalki oo macbuudka ahaa ayaa usugnaaday macbuudka aduu culimada waxyaalo kale waa lagu raadin laakin waxa loo bedeyay in macbuudka laga wado xamdigi Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadkiisa uu ku mahdiyay أزلك إلهي سبحانه وتعالى ذاتي سكم هدي الحمد حمدي لله إله يؤصق ناضي وإلهي سبحانه وتعالى محن كو أمانينا صفات كيسا كمالك لما أنتو دعيان إلهي كو أمانينا والصلاة صلاة والصلاة والصلاة صلاة صلاة حلقة وضع إنعام الله المقرون بتعظيم صلاة وإنعام الله إلهي نعمين تيسا إنعامكو المقرون للحرية بالتعظيم وين للحرية الصلاة وإله النعمين تيسا أول لحقيقي وين لحقيقي الصلاة مرك أدى إله حقيس أي كأهاتي وإن عام كاس مقرون بتعظيمك أدى إله غير كيس كأهاتي أو ملائكتي إنسي إجيني جينة والدعاء بأن الله يعظم المصلى عليه ويشرفه الدعاء بأن الله يعظم المصلى عليه ويشرفه إن لو الدعاء oo duco weey ilaahay subxaanahu wa ta'ala musalla alayhi ga ahad kalu salinahay inuu weeyneeyo oo uu sharafo haday salaadu ka ahatay ilaahay qeyrki sadex ka ahatay oo insigi iyo jinnigi iyo malaa'ikti sidaas aan ka raajaysan in loo kala qaado istighfaar marka malaa'ikta ay tahay marka qeyrkeeda ay taana ilaahay raago duco waxa ka fiican in la yiraahdo saddexdooda marka ka ahato ilaahay ka soo aqo malaa'ikti insigi iyo jinnigi in la yiraahdo waa duco saddex jeerba wa salaatu salaad oo laga wado incaamka Ilaahay oo tacliim la xiriiriyay iyo salaamu salaam salaamta loo macno culimadu ku fasireen salaamta in laga wado ataamin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabiga inuu amni geliyo marka nabiga sallallahu alayhi wasallam waa macsuum ee dambi ku dhici maayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ka amni gelinayaa yani waa macsuum nabiga wuxuu ka cabsanaa lama arkeen sawax leen wax laga wada ta'minuhu mimma yakhafu ala ummati Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabiga inuu amni iyo ilaahay uu ka siiyo iyo ilaahay uu kan nabad geliyo waxa uu uga cabsanaayo ummadiisa waxa uu uga cabsanaayo sanabi sallallahu alayhi wasallam ummadiisa uu uga cabsanaayo ama waxaan leenahay taaminka waxa laga wadaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waa naftiisa ayuu uga cabsanaayo khawfu mahabatin wa ijlal ayuu cabsanaayo haybad iyo weynin cabsideed ayuu cabsanaayo waayo ahadku markasta ay darnaato macrifadiisu ay ziyado iyo qurbiga ilaahay uu u dhow yahay cabsidiisuna waa siyaasa nigu xadiis saxiix ah waxa ku dhahay inni wallahi wallahi inni la akhshaakum lillahi wa atqaakum lahu xadiis bukhari wallahi inni la akhshaakum lillah ana ilahi in ku cabsi badan wa atqaakum lahu in ku na cabsi badan ilahi subhanahu wa ta'ala marka xadku markasta ay ziyado macrifadiisa iyo qurbiga ilahi uu dhow yahay waxa ziyadeysa ilahi subhanahu wa ta'ala inuu ka cabsado cabsida nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa noqonaysa ilahi ka cabsana khawfu mahaba wa ijlan ay noqonaysa marka cabsidaas oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu laaqo qofu mahaba iyo jilaalka ilaahay inuu ka amni siiyo ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaan u weydiinayna ama ummadiisa ba ilaahay wuxuu uga khoofay nabiga sallallahu alayhi wasallam ummadiisa uga khoofay ilaahay inuu ka amni geliyo ama waxa leena markaas waa markii salaad salaamta lagu fasiro ataamin amni gelin ama waxa leena salaamta waxa laga wada atahiya salaam wa atahiya ah waa laga wada marka waa atahiyatu laaqatu bihi تحية الله إغا إلهي سبحانه وتعالى نبيك إنو كو سلام يعني نوح لقوة أن الله سبحانه وتعالى يخاضب به يخاضب النبي بكلامه القديم إلهي إنو كلها الله النبي كيسا كلام كيسا قديم دالا على رفعة مقامه العظيم أصوه تصنع هي مقام كيسا عظيم كا سرين تيسا صوه تصنع إلهي سبحانه وتعالى إنو النبي كلام كيسا قديم كا وكل خضاب وكو سلام سي الله إغا إلهي سبحانه وتعالى وكو سلام oo markaas ka nastaan salaamta anagu aan isku salaamno kale keyfiyadeed imin aan lahayn oo naqaaistaas oo dhan ka nastaan ilaahay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu u salaamo sidaas ma lagu fasiray oo markaas aan niraano wa salaamu salaam iyo tahiyyu marka wa salaatu salaad oo laga wado incaam nicmeen lala xiriiriyo tacdiim iyo wa salaamu salaam nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay uu nabadgeliyo ama uu salaamo kaainaani salli iyo salaam على رسول الله رسولك إلهي دشي سحاء هذان على رسول الله مصنف الله تعالى وحكى عبري على
وعبر بعلاب وكعبر إشارة إلى تمكن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكن المستعلي من المستعلى عليه وكل إشارة يا صلي سلامت إني مكان صدي النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشيء المستعلي جاء وأمة كان صدى الشيء المستعلى عليه جاء وأمة كان صدى كله تحس أيك إشارة يا مركوحي على رسول الله رسولك إلهي هم كان صدى يعني كركساء هذا على رسول الله وكعبر علي رسول بكعبر النبي كما عبرين لبصبه وعبر رسولك لأن رسالة أفضل من النبوة رسالة نبي نبي كفل لبانت خلافا للعز بن عبد السلام أما هو خلافا لعز الدين بن عبد السلام وعز الدين بن عبد السلام يقول لي هي سلطان علماء نبي نبي ذا فل لبان وأحد كان نبي أهم دائما تبليغ أصلا جرسين دعوة أن لفرين عبادتي سي يعني إله سبحانه وتعالى ومركز حكوش عن مراقبتي سي وكو مشغول سي هي إله أغيار ومشغول معي لكن علماء واحد هين فل لبان رسالة فل لبان way nabiga nabi sallallahu alayhi wasallam qiyaas een wax ali umadi loo soo diro dhan amal kasto aan sameeyna kitabka sadda aan qasanayna ajir kisa nabiga loo qoraa sallallahu alayhi wasallam salaad kasto aan tukanayn min leega nabiga loo qoraa sallallahu alayhi wasallam saa qof kasto man dal ala akhihi wa kafa'ilihi amal kasto oo umadu ay sameeyneyso ayin kaan amalkaas uu ahaado amal kasto wanaagsan ay sameeysid nabiga sallallahu alayhi wasallam wana la wadaagay intiisina uu dhigay nabiga sallallahu alayhi wasallam marka een geersiintu waxa ku sugan yaani kamaalad iyo taraqi ziyada ba ku jira ta kale mashquul ilahi subhanahu wa ta'ala iyo muqaqabiisa ahad ku mashquul ma ahna waa mashquul uu ku si mashquulahay ilahi wuxuu u faray oo iyo daacwada ilahi uu soo diray geersiinteeda uu ku mashquulahay weey nabiga na sallallahu alayhi wasallam markaas soo daacwada geersiinayo ilahi inuu ku mashquulsan yahay een ma anfinayso oo aqyaar kale u samilicsanay marka waxa lay risaalada fadli baan مد اللواد وحلي رسول الله وحي إشارة إلى أن المبحوث عنه في هذا الفن إلى أن من المبحوث عنه في هذا الفن المباحث المتعلقة بأحكام الرسالة وحكو إشارة اللي مباحث الفن قال لقوا بحثين دون إني كم بتاعي أحكام كنت تعلق له رسالة سأدو توحن بحثين دون خصوصي واتيوات كذي وجائزات كذي مستحيلات كذا بحبان بقال الله بحثين دون ما كتاسنو إشارة يعني مقدمة براعة استلالهان ما دام هذا إلهيات وكسوها الله sidoo kale wuxuu qabaa inuu ka hadlo marka inuu ishaaro yaani waxyaalo tusinaya mabaaxista dambe uu ka hadli doono hadhowto mabaaxista risaalada ahkaamteeda ku tacluqda ah een ala rasuulillahi waxa la yiri allah oo wuxuu leeyahay yaani ism baahi uu leeyahay allah maqaamkan waxa la yiri maqaamul idmaaq bihi yaani wassalatu wassalamu ala rasuulihi buu dhigi karaa musannif kaxmi allah ta'ala asaasa muqtada daahirku aha wuxuu marka uu leexdo sa muqtada daahirka hadii laga leexdo nukta jirta looga leexanayo والصلاة والسلام على رسوله إنه الله أي مقتضى الظاهر قواها ما كان حلي وحيله وقال له حلي وحكم بدأه إلا يراهدكو وحا ضم يعني الإظهار في موقع الإدمار وحيالها الله قال له حلي وحكم بدأ ما كان رأوا أن لولا إيمان ثقل إن وكينه يعني تكرار كاس لفدقة لفدقة سلوسو علي ماشي ومغلبات لسوم وشي ثقل لفدقة إن وكينه يعني اسمك إلهينا وحلي سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه ثقة اللفظ يكون متشغى تلدد يمعانس يا كشرة ما كادي تلدد يمعانس اسمك إلهي وكشرة وحي الإظهار في موضع الإدمار لو قعره يو أها ثقة اللفظ جاي ثقة وكينها تكرار اللفظ جاء هيد وأم فوز تاس مد اللواد أو تلدد يعني للتلدد بمقصود هذا يخشى معنا حسود هذا شيء للتلدد اسمه تعالى إلهي مجلس وكم معانسنا ما حين كمتر نقدا loo soo daahirsho ee maqaamka idmaarka ama waxa leenahay waziyatu tafkhimin an ala shaanihi sallallahu alayhi wasallam bi idafatihi ila ismihi sarih an ama waziyatu tafkhimin weenin ziyada way oo nabiga sallallahu alayhi wasallam shaanigiisa weenay oo uu ku weenay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu u adeefiyay magaci ilaahay sarih aanu u adeefi oo uu yahay rasuulillahi ilaahi rasuulkiisa maqaayadan waxa ku jira ziyatu tafkhim aan ku jirin yani damiirka duu adeefin laha aan ku jirin aan sidaasna ugu soo daahirshay marka culumadu markasta markay la yibaadaan basmaladii xamdaladii waxay ku xijiyeen aan salligii ay ku xijiyeen yani martooda ku xigta waxyaalaha ay ugu xijinayaan waxaan ka mid ah sida qudbuddin raayis uu sheegay saaduddin taftazaan uu ka soo qaatay iyo qeyr kisbah aan ahadka oo makhluuqa oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xamdinahay aan waxa la yiraahdaa مفيدك أما مستفيدك
يعني أحد كستوى فائدين هي أحد فائدة سنة هي أما مفيد ك مستفيد ك أحد ك يعني أحد كلا وحسينة هي أما أحد كقاضنة هي مناسبة إني كده حس ولا قام مغمان يعني مناسبة إني كده حس ما كوا حلي غادا أضونك وفي قاية التعلق تعلق أو كت تعلق وحيله يعني جسمانيات ك يماديات ك على إقدام أو دنيوي ك تعلق أو كت تعلق ماشي يالك هيدو كتجوا أضونك أضونك وفي قاية التعلق إلهنا سبحانه وتعالى وحلي غوا في قاية التقدس في غاية التقدس وظهرنا أنت يالك هيدو وإلهي سبحانه وتعالى ماديات ك أجسامتي لواحق ذي عواردي وحيلها نقائص تعلم إلهي سبحانه وتعالى وكذهرين إلهي سبحانه وتعالى وفي غاية التقدس أدون كنوا وفي غاية التعلق مكة مناسبة سي إلهي سبحانه وتعالى أدون وفى إذا استحس إلهي هو مفيد أدون كنوا مستفيد مناسبة أول حيث لقاهم معهم مكة واحد الله بعد ذلك شيء متوسط ودي وجهين ووجه تقدسنا له وجه وتعلقنا له ساسا مكة حالي أنبياء ومتوسط ودي الوجهين وأنبياد وطرف كأني بني آدم يهينه مخلوق يهين ما كلا غفرش تعلق بليهنا دماديات كي أجسامتي الدنيوي ويكون تعلقان يعني وحيانا وحيانا مخلوقاتك ويكون تعلقان ويكون تعلقان ما كلا غفرش أنبياد يعني وحيقة يرسالة يسلفها يجتبها إلهي أسينا دان كاسنا وتقدس أو تهيرين سأنبياد ومعصومين ما كلا الشيء وحال الله الذي وجهينه وجه تقدسنا له وجه أو له تعلقنا له si wasiido iyo wasiilo looga dhigto in lagu geero Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax looga faa'iideysto saasa marka een wasiilo iyo dariiq ahaan ayaa markasta oo lala yeeyo basmalada xamdalida waxa loola iimaanaya saligi nabiga ayaa loola iimaanaya sallallahu alayhi wa sallam si lagu geero Ilaahay subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ta'ala fi ulah maksaasu yi musannif kamaa ta'ala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wallahu subhanahu wa ta'ala alam